لينا بالمي اللي ما شكليش السيزون كامله لانه اليوم ضيعنا 6 نقاط في اربع مقابلات وهذا برشا عن الفريق لازم رياكسيون كبيره ويلزمنا نتعبوا فيه الماتش هذا نعرفوا ماتش ملعب الجيس ملعب معناها صعيب على المنافسين الكل. الحاجه اللي تطمنوا انه اللاعبين كل شفناهم معناها جديين في التمرين اللاعبين كل معناها متحفزين للمباراه هذه خاصه انه تعرف اللي تروا بوان في الجيس ديما في كل موسم انا ولادي فريق في بحر الجيس الا وكانت الخاتمه اخيرا. دونك بالنسبه للبلان معناها نتاع 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 الفتره اللي جايه هما عندنا ثلاث ماتش تريز امبورتون اللي هما جيس وجاب سوني قفصه في قفصه هذوما بالنسبه لنا احنا معناها ثلاث ماتش اون يساي وما يساي ودورت نوف بوان ونبداو الماتش هذايا وما ثماش علاش صحيح نحترموا في المنافسين الكل ولكن الفريق نتاعنا فريق جاهز فريق فيه لاعبين لازمنا نمشيو بالنسبه للتغريدات مازال بكري اليوم تعرف عملنا كونفيرون دو بريس اليوم على خاطر باش نسافروا نحن ضد الجدبه دونك مازال يعني كورتو دوار معناها مي عندنا ايدي تقريبا 80% 75% باش تكون ليكيبيه مع ممكن باش يكون ثم تغييرين تغيير هذا باش الفتره هذه لانه تعرف اللي ثم لاعبين بدنيا كانوا بعاد معناها اولا من الاصابه اللي نفسيهم بدنيا ثم لاعبين زاد اللي ما كانش عندهم نسق المباريات نحاولوا باش ندخلوهم شويه بشويه نهار اللي نخطو نعمل ميزان يكون تاع اللاعبين الكل معناها كل سواء جاهزيه بدنيه او نسق المباريات وقتها تكون كونكورونس كبيره بالناس الكل ولكن ثم توا ديزافونتاج بور كالكوزان اللي هما قاعدين في السن بيان سور بشويه بشويه عندي ربيع عندي ديسبوزيتيف معناها حسب ما نشوف لاعب من افريقيا وحسب ما تفرجت كل سواء قبل ما جيت تفرجت في افريقيا كل سواء وقت زاد خذيت لي سي دي كل تقريبا 70% تفرجت فيها لي سي دي كل دونك عندي ربيع شويه في النهايه ولكن تعرف عندك اسبوع وفريق كامل يلعب ديسكوتي معينه تبدا بشويه بشويه حتى ناخذ الديسكوتي في الحاجه بينها. الاسبوع هذا جربنا كل شيء ولكن شويه 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 المره الجايه بدا كيما اللاعبين الاخرين الكل كيما النهارده باش يرجع مع المجموعه ان شاء الله يكون مع المجموعه في جربه. معناها اللاعبين اللي حاضرين ونجموا يعاونوا الفريق باش يكونوا موجودين وبعدين كونكورونس الناس الكل ثم حتى واحد في كيفاش في معناها ما ثم حتى واحد عنده كرسي كونفورتابل في الفريق. الناس الكل يسون لا بور ترافاي وتعرف اليوم النادي الافريقي فيه افكتيف كيما تعرف الناس الكل باش ما نزيدوش عندهم فيه افكتيف دو كاليتي وكونتيتي زاد افكتيف دونك بور افوار اون بلاس في 18 يلزمك تتعب برشا بور افوار اون بلاس بارمي لي تيتولار يلزمك تدوا سوفرير دونك هذا هو معناها الناس الكل ما ثم حتى واحد عنده افونتاج على الاخر. لويس خادم تقريبا 5 سنوات او 6 سنوات في الدوزيام ديفيزيون كوم انترونور برانسيبال دونك مغرب اون بليس تعرف السي في نتاعو كلاعب تعرفو وعمل حتى ان اسيستون في فتره من الفترات في النادي الافريقي دونك يعرفوا عيطوا دايما انا عيطوا قبل ما يخرج قبل حتى واحد في التمرين دونك فهمت طريقه زاد من بلاد طريقه العمل دونك التروفاي انا نخدم برشا تروفاي سبيسيفيك دونك على ديك اختار معناها هو مجوز من النادي واحد في منطقه متقدمه في الملعب اللي هو مهاجم كيما فوزي ولازم يعطي برشا مهاجمين كيف ما احنا كنا عليه معناها سور بلون تكتيك سور بلون دي جيست انديفيديوال و توسا معناها ينجم يعاون دونك هذاك على هذيك اختار الدم الفيرو نتاعهم وكي حكينا مع بعضنا حكينا على طريقة العمل طريقة العمل كيفاش تقسيم العمل فهمت فين يبداو وفين يوفاو الشواء نتاع المجموعة اللي باش تبدا المباراة ممكن يتم فيها تغيير كيما قلت لك 75% تقريبا التشكيلة هي اللي فات ولكن مع تغيير كيما على ممكن هو اللي باش يكون موجود على الشارع الاستثمار هذه هي السوليسيون بور المومون صارت المعاد باش يكون هو توا موجود معنا باش يكون مع المجموعة اللي ممكن بعيد باش يكون دوزيام كارديان بور المومون ومن بعد الكونفيرونس ما بيناتهم ولكن انا عندي ثقة كبيرة في زوز كارديانات من خير الكارديانات تونس تعرف اللي عارف كان انترناسيونال كيف فالو فارمين تروا مع الكارديان تونس وانا عندي فيهم ثقة اللي معناها عندي فيهم ثقة كاملة فاروق يمكن قبلنا على الغلط انا شفت الدربي انا 11 بتاع بتاع 11 بتاعنا بتاع الدربي رحت شفت الدربي فاروق ما يتحمل في حد شيء وزاد هدف نظريتي هذه الخاصه انا